العائلات المقصية من عمليات ترحيل حي الرملي بالعاصمة تعيش معاناة حقيقية بعدما وجدت نفسها بين عشية وضحاها بدون مسكن جديد ولا بيت قصدري يحتمون به. هي صور نقلها لنا وليد مهاجري وهاشم خيراني. On exclut pas, il n'y a pas d'exclusion. Quand l'exclusion m'a donné, je me fais exa. Le mieux que ça, voilà, à had. هو التصريح الأخير لولي العاصمة، إلا أن الواقع عكس ذلك. عائلات تفترش الشارع، أطفال رضع في العرى وآخرون يبيتون داخل السيارات. هي يومية عائلات مقصاة من عمليات الترحيل. أنا مرميين في الشارع، أولادنا، خاوتنا، مالينا، داري صغار اللي بالجوف اللي مرا اللي زيدت هنا اللي مات لي تاما كاع مرميين برا. وين نروحوا بولادنا؟ وين نروحوا؟ هذا في عمره شهر وبرا راهو يموت بالسعله. عندنا شحال حنا مرميين، حتى الناس اللي هنا راهم يجيبونا في الخبز، يجيبونا في الماكله. في الوقت الذي تتعدد فيه الروايات حول أحقية هؤلاء في الحصول على مسكن، اليوم باب العودة إلى تلك البيوت القصدرية للهروب من برد الليل غير ممكن. هي عائلات تبحث عن إجابات. رانا نحبوك يا سيد الرئيس، وانت قلت له يا با ارفد راسك يا با، رانا نحوس على ذي الكلمة، راه طاحوا روسنا، احنا وليداتنا ورجالاتنا. كان اللي عنده 45 سنه راح يجدد حياته، انتاجو راهم يزوجوا في ولادهم، هو هذا وراح يديماري، مع الاخر يلقى روحه في الشارع برا مرمي في الطريطوار. قولوا لنا على واش قصاونا، شوف طاولنا تاع الطعن. علاش انايا طولي تاع الطعن؟ من 84 وانايا لهنا، كابره لهنا، ميزيريه لهنا، العشريه السوداء جسها لهنا. مشاهد كلها كانت تعكس حجم مأساة ومعاناة هؤلاء المقصيين، فهل ستلتفت لهم السلطات يا ترى؟